للأسف هو غير أخلاقي، بس يقدروا يتحايلوا عليه قانونيا. فاللي نقدر نعمله إن احنا نكون حريصين. يلا نبدأ يا أيمن. نبدأ. اوكي. طيب. اوكي. كيف يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على المجتمع بشكل عام؟ وهل تأثيره سلبي أم إيجابي؟ طيب، هذه الأسئلة دائماً بتصاحب أي تطور في الحياة، خصوصاً في الأوقات اللي نحن موجودين فيها، لأنه التطورات بتجي سريعة ومتلاحقة ومخيفة بالنسبة لنا. بس دائماً أي تكنولوجيا جديدة، أي حاجة بتضيف لل يعني أو نقلة في العلوم والتكنولوجيا، هي ما نقدرش نقول إنها يعني سلبية. بالعكس، هي بتفتح للإنسان مدارك جديدة، بتفتح للعلوم استخدامات جديدة، تطبيقات جديدة. مخيفة علشان إنها جت يعني على سهوة، بس يعني لا، أكيد إن إحنا بنستفيد منها، وأكيد إنه لازم نتعامل مع السلبي منها، وبس هذا ما يمنعناش إنه نتعامل مع الإيجابي كمان. حلو، اللي بعده. طيب، كنا بختار الفواقع. طيب، يقول لك: هل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيفقد الآلاف من الناس فرص مهنية مثل التسويق الإلكتروني وكل ما يتعلق بالعمل عبر الإنترنت والسوشيال ميديا؟ تمام. في قصة أحب أحكيها، يعني دائما لما يجي هذا السؤال، اللي هو في مش عارفة بالضبط السنة كم، بس أول ما طلعت الآلة الكالكوليتر، الآلة الحاسبة، يقال إنه خرجوا المحاسبين في مظاهرات تطالب بوقف الآلة الحاسبة لأنها بتوقف عملهم. وذا نحن اليوم بعد مش عارف كم 100 سنة ولسه المحاسبين موجودين. فالعكس، أني أشوف أنه دائماً التكنولوجيا حتى وإن أفقدت، يعني خلتنا نشتغل بطريقة مختلفة، وأفقدت يعني بعض الوظائف يعني جودتها وقيمتها، بس بتخلق وظائف ثانية، والشاطر اللي يقدر أنه يعني يأدابت أو يتكيف مع الفرص يعني والمدارك والمجالات اللي بتفتحها التطورات التكنولوجية. أوكي، كيف يمكن للشباب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتأهب والتكيف مع تطوره على المدى البعيد؟ أوكي، هو للأمانة أني أرفي لحال الناس اللي موجودين يعني في هذا الزمن، التغير متسارع ويحتاج أنه يعني بيحصل في وقفزات بوقت بطيء، بوقت سريع جداً، فيحتاج انه طول الوقت انت تجلس on the top. وعشان كذا في مشاكل كثير بتواجه اللي هم يسموهم الجينريشن زد وما بعدهم جن والجن كلهم، والله بيواجهوا مشاكل كثير. في عندهم الان يعني ظاهره نفسيه يسموها الفومو او الفير اوف ميسنج اوت، لانه طول الوقت في حاجات بتحصل، طول الوقت في حاجات بتجي، طول الوقت في تقنيات او حتى يعني اخبار وتغييرات، فهم طول الوقت عايشين في قلق. بس هذا هي طبيعه العصر اللي هم موجودين فيه، والانسان اثبت انه يتكيف على اي تحدي هو بيكون موجود فيه على يعني مدى العصر. هل تعتقدي أن الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى انعدام التوازن في المعلومات والتفاهم بين الناس؟ وكيف نتغلب على هذا التحدي؟ هل المقصود علشان إنه البيانات كثيرة ومتلاحقة؟ زي ما شرحت من قبل، يعني فعلاً نحن نعيش في عصر
انت بمستوى الثواني جالس تعمل بروسس او معالجه لبيانات جديده، وهذا يعني طفره في تاريخ البشريه. يعني انا جيل ثمانينات، يعني لسه اعرف كيف انه طيله اليوم اكون متعرضت الا لمقاله واحده قريتها في جريده، ولا شويه صفحات قريتهم في كتاب وبس، هذا اللي اخذته طيله اليوم. لكن اليوم انت بتفتح كميه الشورتس اللي تفتحها، كل واحده فيها يعني فيها كذا تشنك او قطعه معلومات انت يشتي لها يعني بروسس. انا للامانه مش عارفه كيف بيتاقلم مو البشر على هذا الكم من المعلومات. و بس انا مؤمنه انه الانسان طول الوقت يعني قدر انه يتكيف مع ايا كان الظرف اللي نحط فيه، وحتى دماغه يتكيف، حتى سرعته تتكيف، حتى احيانا الجسم يقول لك الجسم بيتكيف على اللي انت موجود فيه. فان شاء الله انه لا ما ينعدمش حاليا. ايوه نحن في مرحله دربكه، بس ان شاء الله انه يعني يقدر الانسان يلاقي طريقه انه يتحكم بهذا الكم من المعلومات اللي بيمر فيها. برافو. اللي بعده تن تن تا بس اوكي. كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الخصوصيه وحمايه البيانات الشخصيه، وكيف يمكن ان نحافظ على الخصوصيه في ظل الذكاء الاصطناعي؟ اسهل طريقه انه نحافظ على خصوصيتنا انه ما نمتلكش هواتف ذكيه وما نكونش على الانترنت. يعني ايش ذكاء العصر الحجري؟ فاني اشوف انه نحن في عصر يعني ما حد محمي، بس نقدر نقلل من اللي نشاركه. لانه احيانا مثلا يستخدموا الاصوات كانه الصوت، يعني ياخذوا صوتك ويدبلوه مثلا في شخص اخر مثلا. أيه. او انه يتهموك بحاجه او حتى الصوره. طب يعني انت صورك على اذا انت صورك اونلاين، احنا كلنا صورنا اونلاين، طيب يعني ايش يعمل؟ ما في الا انه نوثق ببعض ونبدا يعني نطور. اكيد انه بتتطور يعني اليات لمكافحه الانتحال معانا، بس نحن خلاص مش محميين. اللي نقدر نعمله الان نحن نتعامل مع ما نشاركه اونلاين بحرص وبذكاء، ونحاول طول الوقت. طبعا في كثير كورسات في الامن السبراني وفي يعني الامن الشخصي على الانترنت. ما تنزلش تطبيقات مجهوله المصدر، تنزل التطبيق تعرف ايش الصلاحيات اللي معطاه له. يعني ما تجيش تنزل اله حاسبه تيجي تشوف حقها الصلاحيات، افتح ميكروفون، افتح كاميرا، افتح. احنا هنا ننزل التطبيق ما نشوفش ايش الصلاحيات اللي معطاه له، ونعمل موافقه. وانت قانونيا انت جايب له الصلاحيه انه يفتح الميكروفون ويسجل صوتك ويفتح الكاميرا ويصورك فيديو. للاسف هو غير اخلاقي، بس يقدروا يتحايلوا عليه قانونيا الى ان يتم تطوير اليات لمكافحه الانتحال متلائمه مع اللي بيحصل في السوشيال ميديا. خلصنا. شكرا. بس باقي سؤال. من هي ايمان المقطري؟ من هي؟ ايش السؤال هذا؟ ايمان المقطري والله ام ريان كنان، ورائدة اعمال، و يعني اقدر اقول مختصه في التدريب للمجالات الرقميه والتاهيل والتوظيف في هذه المجالات. برافو. ثانك يو. ويلكم. ثانك يو.